هذا نشاط يعتبر مميز لأنه هذا خارج عن نطاق خدمة التعليم. هذه الخدمة اللي بدأت توفرها الجامعة هي خدمة المجتمع بالأساس، خاصة من خلال المراكز والمعاهد الموجودة في المدينة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولذلك جامعة القدس من خلال هذا التفكير وهذه الاستراتيجية حصلت على المرتبة الأولى في الجامعة الأمريكية في القاهرة حول المسؤولية المجتمعية ما بين كل الجامعات العربية. بنشكر صندوق وقفية القدس الذي قام بمساعدتنا في تهيئة هذه الخدمة ومساعدتنا في التمويل، وبنك التنمية الإسلامي كذلك. وكما تعلمون جميعا كان هذا الموضوع كمان بواسطة UNDP. كلنا علينا رسالة معكم إنه القدس وفلسطين بأعماقنا كلنا، وبدنا نبدع، والإبداع ما فيه له حدود، فبدنا يحلقوا 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 إلى يوم الاستقلال إن شاء الله. مركز القدس للتكنولوجيا وريادة الأعمال التابع لجامعة القدس كان هدفه إنه يعمل شيء مختلف في مدينة القدس من أجل تمكين الشباب المقدسي. هناك تعلمنا كثير تقنيات عن التصوير، كنا نطلع جولات ميدانية لأكثر من مكان، قرى نصور فيها صور غير التدريب اللي كنا ناخده بالجامعة نفسه بحرم الجامعة. نقدر إنه إحنا نفكر بأنه كيف ممكن إحنا نطور حالنا، نقدر نعمل مشروع ذاتي من خلال هاي الدورات اللي بتقدمها جامعة القدس.